الو، اهلا بيكي، اتفضلي. ازيك يا ست الكل؟ اهلا عامله ايه؟ وسهلا، اهلا الله بحضرتك، يخليكي. معلش ممكن اسال سؤالين بس اتفضلي كده؟ اتفضلي. الله يخليكي. انا سؤالي الاول بس، انا ما باخد علاج، لما بقعد شويه ما باخدش علاج، مؤاخذة يعني، بينزل عليا دم بسيط كده. طب ده انا ممكن يعني لو سوره قران شغاله في التلفزيون وبردد معاه، حرام ده ولا حلال؟ طيب حاضر ماشي. حاضر، والسؤال الثاني، معلش يعني اطول معاك فيه شويه، معلش ساعد تفضلي صدرك. الله تفضلي. يخليك. انا كان معايا بنتي من 84، كانت عملت حادثه، المهم قعدت ل 2006 يعني في المرض، ولمؤاخذه اخر حاجه شال الرباعي وكده وتوفت. ارفح يا بنتي. انا عندي وسواس حاجه كده، ان انا قصرت في حاجه. انا كانت ظروفي مش حلوه، يعني ظروفي يعني ما كنتش بقدر اوديها عند دكاتره كتير كبيره وعلاجات وحاجات من ده كله يعني. هي جالها شلل رباعي اول ما عملت الحادثة؟ لا، ده اول ما عملت حادثه جالها شلل نصفي، وبعدين قال وديها عند دكتور كبير في اسيوط. وديتها الله يسامحه، عمل لها عمليه غلط مكان واحده، راح جاها شلل رباعي. بنتي قعد ست بنتي. سنين ما تتحركش طبعا، البسها بامبز لمؤاخذة الكرح، لدرجه والله لحمه كان بيجع. فيعني كان، ماتت كم وانا سنة؟ ظروفي كانت على كدي، كنت ببيع شويه حاجات ماتت حلاوه عندها وحاجات. كم سنة؟ ماتت عندها كان 21 سنه. يا قلب امك يا بنتي. فانا يعني يعني متضايقه كده، ان ممكن تجيني في المنام احب اشوف، فما بلقاهاش تجيني، اقول ممكن تكون زعلانه مني لا عشان انا قصرت في حاجه في علاجها، بس انا كانت ظروفي وحشه والله، ابوها فين؟ فمش مش عارفه يعني. انا رب بيسألك عني يعني، الشيخ ابوها فين؟ ابوها متوفي، ابوها كمان كان رميهم ليا يعني 17 سنه لحد ما توفى، هو رميهم لي الثلاثه. انتي ست بتشتغلي ايه؟ ايوه. لا انا ببيع شويه حاجات في البيت، حلاوه كده. يعني قصرتي في حقها ازاي؟ يعني كنتي انا تقدري يعني ان مثلا انا مش عارفه، انا حاسه كده ان انا قصرت في حقها، تعملي ايه؟ مش عارفه يعني. الوسواس ده حاضر ماسكني على طول، اقول مش بتجيني كتير في الحلم، حاضر، زعلانه ملهاش طب علاقة. مني، حاضر يا ستي، زعلانه كده حاضر يا يعني. ست صفية، نعم، حاضر، يصبر قلبك يا رب. هنرد عليكي. سلوى، طيب تكلمنا مرة تانية. سلوى، طيب هي بتاخد علاج، ولما بتوقف العلاج بينزل عليها زي نزيف او حاجة كده. أعزكم الله من باب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، دي تستشير فيها أهل الطب. بس إحنا بنقوله من الناحية الشرعية، طالما أعزكم الله مش في وقت العادة الشهرية، مش وقتها، ولا لون الدم ولا رائحته، يبقى ده عندنا في الشرع اسمه استحاضة. استحاضة يعني زي جرح متعور ونازل منه حاجة، ملوش أي علاقة بأي شيء، تقرأ قرآن وتصلي وتتوضى خالص، بس بعد استشارة أهل الطب. طيب بنتها بقى فكرة إن لما بنتي ما بتجيليش في الحلم فتبقى زعلانة مش مني. مقياس. سواء الميت جه لفلان يبقى مش مقياس اني بحبه، ما جاش لفلان مش مقياس اني زعلان منه، لان خدي بالك اللي انا عايز اركز عليه، ممكن حد قريب حد مات يجي له في المنام يبقى مش هو، ممكن يكون الشيطان وتمثل بيه، لان الوحيد الذي لا يتمثل به الشيطان هو سيدنا النبي. خدي بالك كمان الحته دي كمان مهمه قوي. وطالما انت ما تعرفش اوصاف النبي ولا ما شفتش النبي، ممكن الشيطان يتمثل بصوره اقول لك انا النبي برضه، ركزي. يعني فان من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي، لكن ممكن يجي لك بصورة غير النبي، صورة بقى دقن ونور وبتاع، أقول لك أنا النبي برضه. لذلك أنا بقول إيه، ادرسوا شكل النبي وادرسوا صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب الست ديت أنا مبسوط بها قوي، ربنا هي الأول. صفات النبي جت فين؟ جت في أحاديث صحيحة 100%، أحاديث صحيحة. شوفوا يا فندم، بس ربنا اتكلموا سبحانه في فم وتعالى، النبي، في خدود النبي، في ربنا جسم سبحانه النبي. وتعالى لم يصف شكل النبي في القرآن لا، الكريم. الصحابة وصفوه. الصحابة وصفوا النبي، القرآن تكلم عن أعضاء النبي يعني هو إجمالا يا القرآن فندم، إجمالا. الكريم وصف خلق النبي ووصف شكل النبي فين؟ بس بإجمالا، يعني ذكر الصدر وذكر اللسان وذكر القلب وذكر البصر وذكر العين وذكر السمع، سمع انما النبي، دي مش أعضاء شكل، النبي بس مش شكل. مش صفات شكلية. إنما انا اقصد الصحابة ان الصفات الشكلية دي حتى مهما قعدنا ندرسها نتصور، مش هنوصل برضو للشكل بس الحقيقي. الصحابة نظروا إلى رسول الله، نظروا إلى رسول الله ووصفوه بدقة متناهية. ولو عايزة نعمل حلقات عن وصف النبي بالتفصيل، خدي بال حضرتك، فم النبي، أسنان النبي، عين النبي، صدر النبي، مشية النبي، شعر النبي، الشعر الأبيض في لحية النبي، حركات النبي. طب شوفي انا طيب انا عايز اسال سؤال. أستفاد إيه؟ ايه إن أنا فايدة؟ يبقى عندي فيدباك، عندي صورة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذهني، فيبقى عندي حاجة كبيرة. يعني لما أشوفه الصح ان انا اللي يشوف النبي في المنام يسقطه على هذه الاوصاف، كان كس اللحيه، عريض المنكبين، اعزكم الله، ايوه يعني دلوقتي الشيطان لا يتمثل بصوره بالنبي، النبي بصوره النبي. الحقيقيه.
طيب يبقى يعني هو هيتمثل بحد اي طالما انا مش عارف صورة النبي ممكن يجي لي هو في الصورة. حتى لو ما هو برضو ده غريب برضو فضلت الشيخ. اتفضلي يعني انا لو دلوقتي مسكت الاحاديث، لو حضرتك قعدت قلت لي فلان ده بالتفصيل. شكله كذا ودقنه كذا، انا مش هعرف برضو دماغي تجيب ما هو الشكل، برضو مش على قدر المستطاع بقى، عمري ما دماغي هتجيب على قدر الشكل. المستطاع. اي ففكرة الانشغال بالشكل دي او في ناس بالملامح. يحبوا يا فندم، في ناس يحبوا كده ويحبوا يدرسوا سيدنا النبي بالشخصية دي، خلاص هم بيعيشوا مع النبي بالشكل ده. عملت حلقات زمان سلسلة عن أوصاف النبي، بص كانت عاملة مسكت النبي من شعره إلى قدمه بالتفصيل، كأن كده طبعا حاشاه يعني صلى الله عليه وسلم. انا دايما اقول ايه، انه القران الكريم اهتم بكل كبيره وصغيره. دقيقة. دقيق. فمثلا القران الكريم اهتم بشكل سيدنا موسى أي نعم. علشان نعرف يعني لما وكز واحد أقول فموته، لحضرتك لما اهتم بإيه، هو شكل سيدنا القرآن يوسف، أبرز لنا. انه شكل سيدنا يوسف كان جميل، جميل. فكان ما هذا بشر. المواقف القرآن اهتم بالشكل اللي هو هيفيدنا في القصة، هيفيدنا في في القصة. القصة. انما في سيدنا محمد قال انك لعلى خلق عظيم. لأن ما حدش يقدر يوصف سيدنا النبي غير اللي شافه، طبعا ما شافوه. طيب انا دلوقتي عايزه اعرف. انا بقى مبسوط من الست دي بحاجه، لان ديت نفسها نفس لوامه، فدي نفسها نجاح. نفس لوامه يعني ايه؟ انا قصرت. طالما هي ما قصرتش عن عمد وعن قصد وعملت اللي عليها، بقول لها ابشري ولك بيت في الجنه ان شاء الله، وتنتظرك على باب الجنه. والبنت دي نفسها شهيده، البنت دي نفسها شهيده، وبعدين 21 سنه دي لسه عيله صغيره يعني. يعني فكره انه حد يقول ابويا ما بيجيليش في المنام، مش قصه. بنتي ما بتجيليش في المنام، هل انا نفسي اشوفه بس ما بتشوفهوش، ايوه نعم، ده له ده جيل الناس مدلول؟ كلها له ما اي عدا انا، له مدلول؟ ملوش اي مدلول.